اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي وايه اللي حصل النهارده في تدريب اليوم. هقول لحضراتكم لاسارتي بعد قائمه النادي الاهلي. خلينا اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي مره اخرى: محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير ايضا، ياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازار وصالح جمعه وايمن اشرف وحسين الشحات وعمر السلية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني. تخيلوا حضراتكم الأسماء اللي أنا عمال أقولها دي هيبقوا 11 لاعب بيلعبوا بشكل أساسي أو اللي هم هيبدأ بيهم المباراة مستر مارتن لاسارتي، وسبع لاعبين احتياطي وبقية اللاعبين هيكونوا خارج الفريق. لو أنت غمضت عينك كده، غمضت عينك بس وجبت اللعيبة اللي خارج الفريق وبدأت بيهم، مش هيبقى في أي مشكلة، محدش هيبقى يعني حاسس بفرق كبير قوي مثلا يعني. ليه؟ لأن كان هناك منذ بداية شهر يناير السابق، وكل شوية هقول هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا ولازم جمهور النادي الأهلي كله يبقى عارف هذا الكلام. منذ بداية شهر يناير اللي فات ولظروف البطولة الأفريقية السابقة وما قبلها، النادي الأهلي كان محطوط في ظروف معينة زي ما حضراتكم، زي ما حكيت مع حضراتكم قبل كده أو قلت لحضراتكم قبل كده. البطولة الأفريقية السابقة مش اللي فاتت دي اللي قبلها، النادي الأهلي كان عنده مجموعة من اللاعبين هم اللي هيلعب بيهم، ما كانش يقدر يغير. لعب بيهم لغاية المباراة النهائية، اتغلبنا في المباراة النهائية بداية من شهر يناير، تم أو من الوقت اللي كان من المفترض إن احنا نجيب لعيبة فيه، نجيب لعيبة فيه بناء على آراء الجهاز الفني، هو ده اللي حصل. بداية من شهر يناير لغاية النهاردة جبت مجموعة جيدة جدا من اللاعبين بناء على رأي الجهاز الفني وما حدث خلال الست سبع شهور اللي فاتوا. بقى عندك دلوقتي يعني تخيلوا حضراتكم ان دي مجموعة اللاعبين اللي موجودين، وفي زيهم بره، في اليو ديانج بره، في محمود متولي بره لسه هيخشوا طبعا خلال الايام القادمة، ووليد سليمان، وفي مجموعة كبيرة: سعد سمير، نيدفيد، شريف اكرامي. عندك 11 12 واحد بره يقدروا يكونوا هم اساسيين اساسا، وهو ده اللي كان دايما بيسعى ليه النادي الاهلي، او هو ده اللي كان دايما بيسعى له النادي الاهلي من خلال وجود 30 لاعب جوه الفريق باعمار سنيه مختلفه. النادي الاهلي دائما ما ينظر الى المستقبل، بينظر لقدام مش تحت رجليه، بينظر للفتره القادمه كمان. عندك الثلاث اجيال موجوده: الجيل الكبير متمثل في مجموعه كبيره من اللاعبين سواء وليد سليمان، حسام عاشور، شريف اكرامي، بقيه اللاعبين، جيل الوسط، وبعد كده الجيل الشباب واللي متمثل ايضا في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي خارجين من قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. خارجين من قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. وبالتالي ترتيب، يعني الناس مش قاعدة كده وخلاص، لا، الناس قاعدة بتفكر من بداية من شهر يناير لغاية دلوقتي هنعمل ايه خلال الفترة من يناير لدلوقتي علشان يكون عندنا فريق نقدر نبقى مبسوطين بيه مع الجهاز الفني اللي موجود. وطبعا لجنة التخطيط اللي موجودة جوه النادي لها دور كبير في هذا الموضوع، هي بتقرر مع الجهاز الفني ومع مجموعه كلها، مجموعه عمل يا جماعه، هي مجموعه عمل كامله، مجموعه عمل كامله. ما حدش بيطلع كده يقول لك ايه، يكلمنا في التليفون يقول لنا يا جماعه احنا هنجيب فلان وهنجيب علان وهنجيب ترتان، ما بتحصلش الكلام ده، بيحصلش. في لجنه للتخطيط ليها دور، اسمها كده لجنه التخطيط، هي اللي ليها الدور دلوقتي ان هي تخطيط الرياضة داخل، أو كرة القدم والرياضة داخل النادي الأهلي. هو ده الكلام اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم، هو ده الكلام اللي احنا بنحاول نوصله لحضراتكم، إن في مؤسسة بتعمل بناء على رئيس نادي، أعضاء مجلس إدارة بالنسبة للنادي كله، وبعد كده لجنة التخطيط في كرة القدم والجهاز الإداري والجهاز الفني اللي موجود. هو ده النظام، هو ده نظام النادي الأهلي، هو ده اللي دايما بنمشي بيه. انا اسف ان انا طولت معاكم في هذا الموضوع، ولكن ما عندناش حد بيطلع كده يقول لك ايه، انا هتعاقد مع اسلام الشاطر، انا هتعاقد مع مش عارف مين، انا لا، ما عندناش حد بيقول كده خالص. كل حاجه بتمشي بطريقه مؤسسيه، مؤسسه النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي، هو ده اللي دايما بنمشي عليه. واحنا كاهلاويه يعني
بعيدا عن وجودنا هنا، احنا كاهلاويه بنحاول نطبق النظام ده في بيوتنا، حتى جوه بيوتنا بنحاول نطبق النظام المؤسسي، الاب والام والابناء هو ده. والله بجد الناس اللي فاكره، جربوا تعملوا كده، جربوا تعملوا اللي احنا بنتكلم فيه ده، شوفوا او النادي الاهلي بيعمله في شغلك، في طريقتك، في التعامل، في اسلوبك، في حياتك، هتلاقوا الموضوع اختلف تماما.